عندك ساعة صدر ترد على أسئلة السوشيال ميديا؟ هرد على كل حاجة. نروح على أسئلة السوشيال ميديا مع كابتن توفيق السيد، يلا بينا. دي صديقتنا العزيزة، أول سؤال دايما بيبقى من الأستاذة هبة السيد أو صديقة العزيزة للبرنامج هبة السيد. مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك. سؤال للكابتن توفيق السيد، إمتى هتقدر نقول عندنا تحكيم مصري نقدر نثق فيه ويكون التحكيم بدون أخطاء فادحة، وهل الحل في وجود خبير أجنبي رئيس لجنة الحكام؟ لا، لما نوفر للحكام كل الامكانيات اللي تخليهم نقلل بيهم الاخطاء. نوفر لهم الامكانيات. ماشي، هل الحل في وجود خبير اجنبي رئيس لجنه الحكام؟ جربنا مرتين يا كابتن. جربنا مرتين وفشلوا، حضرتك عارف انهم فشلوا. طيب اللي بعد. امير عادل، مساء الخير حضرتك كابتن شوبير وعلى ضيفك الكريم كابتن توفيق السيد. سؤالي للكابتن توفيق، هو ازاي حكم يسقط في الاختبارات ايا كانت، سواء بدني او فار؟ وفي حكم ممكن يسقط في الفار يا كابتن؟ اه طبعا والله. اه مالي. او اي شيء ونشوفه بيحكم عادي، هل في القانون كده اصلا، وايه اسباب استبعاد حضرتك من لجنه الحكام؟ الاخيره دي جاوب عليها، لكن الاولين دول جاوب انت حضرتك. لا طبعا ما ينفعش. ما ينفعش، ما حرام، ما ينفعش، ده حرام، ده ظلم. اللي بعد. حاسم، ليه الحكم يضحي بنفسه وسمعته عشان ميوله او ارضاء اخرين؟ ده سؤال مهم جدا. ما عندناش حد عنده ميول، ما فيش حد، هو جاوب عن نفسه. ما فيش حد يضحي بسمعته وبنفسه وبولاده وعائلته عشان خاطر يرضى اخرين. زي ما قال سمير عثمان، الحاكم لازم يحب نفسه اكتر من اي حد. اللي بعد. عبد الله حسان او حسن، انت ناوي على ايه اليوم ده يا كابتن؟ ربنا يستر. والله ما ناوي على حاجه، ناوي على كل خير يا عم عبد الله. خلينا نكمل شويه، احنا ما فيناش عبد الله. عايزين ليه؟ اللي بعد. طيب اخر سؤال، ام محمد، مساء الخير للجميع، عاوز اعرف من او عاوز اعرف من حضرتك ايه اللي هيصلح التحكيم في مصر؟ بصراحه مشكلة أزلية، ودايما الأهلي بيتظلم من هذه المنظومة، ولا الأهلي بيعترض ودائما بيهتم بشغله بس؟ والله المستعان. لا يعني اللي صلح منظومة التحكيم حاجات كتيرة جدا. توفر لهم الدعم، تاني زي ما قلت. نعم. توفر لهم الدعم الكامل، توفر لهم الإمكانيات الكاملة، تدي الناس ثقة، يعني تدي الحكام نفسها ثقة، يعني لازم يبقى قاعد معاهم مسؤول. يعني في ناس كتيرة جدا منهم حضرتك لما كنت موجود في الاتحاد المصري لكرة القدم، كنت تقعد مع الحكام وتعمل اجتماعات مع الحكام. ما كناش بنأخر فلوس، مش كده؟ كنا بنجيب لهم اللبس بالظبط، كنا بنعمل لهم تأشيرات كل حاجة، وكنا فاكر موضوع الجونة والطيارات وأسوان، الجونة والطيران لأسوان، وطلع كابتن سعيد حمزة ده حكم راح بالقطر، فقال لها مع حكم راح بالقطر، طلع القطر الحكم في اسيوط وما رضاش يجي القاهره، ومفيش طياره من اسيوط. مفيش طياره. الامكانيات يا كابتن مهمه جدا 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 لتطوير التحكيم. في فلوس تطور التحكيم، بدل ما احنا نصرف 70 80 مليون جنيه على الاجانب راحوا. نعم. انا برضو مصر. مصر طبعا. اه يعني ده رايي. انا 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 حضرتك انا عارف ان اللقاء بمنتهى الاريحيه. طبعا طبعا. عايز تقول رايك، تنتقد؟ انا ما بنتقدش خالص، انا بقول، انا بقول انا 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 منحاز للتحكيم المصري، منحاز للاداره المصريه، ولكن لجنه حكام محترمه ليها كل الدعم، ليها كل الامكانيات، هتلاقي في تحكيم كويس ان شاء الله.